بأجمل النقوش على الأدوات النحاسية. تبرع السيدة فاطمة طرطوسي بحرفة المشغولات النحاسية، والتي ورثتها عن والدها فاطمة التي تعيش في طرابلس. أحبت العمل منذ صغرها بهذه المهنة وتحدت الظروف لكي تتعلمها، حيث بدأت بتطويع النحاس والرسم عليه لتصبح هذه الحرفة أكثر من يستهويها، فتراها تدق على قطع نحاسية محولة إياها إلى أشكال مختلفة بنقوش فريدة. في قصتنا من الشارع اليوم نتعرف على السيدة فاطمة التي قد تكون آخر سيدات لبنان المتقنات لحرفة المشغولات النحاسية والعمل على تزيينها. على كل تعرفنا أكثر على السيدة فاطمة، رينا دويه مراسلة صباح العربية، إليك رينا تفضلي. صباح الخير. نعم بالفعل قصة فاطمة فريدة من نوعها، يعني فاطمة قد تكون آخر السيدات أو السيدة الوحيدة حتى في طرابلس شمال لبنان التي تعمل في هذه الحرفة. هي تقضي الوقت الأطول في هذا المشغل حيث نحن الآن، تطوع النحاس وتحوله إلى قطع فنية بعدما يعني أصرت على والدها أن تتعلم هذه المهنة وأن تحافظ عليها رغم كل التحديات، في وقت تتولى شقيقاتها الثلاث تسويق الإنتاج. فاطمة صباح الخير، خبريني القصة، يعني أنت كيف وصلتي لهيدا المشغل ولهيدي الحرفة، وقديش يعني هيدا الشيء صار بالنسبة لك شغف؟ أنا بالصيفية كنت أحب أنزل أتسلى بالمصنع عند البابا، كنت غار من الشغيلة وقت أروح على المدرسة يشوفون عم يشتغلوا بالشتوية، قلت دي أعمل مثلهم، استنى الصيفية لتيجي لحتى أنزل أقعد بيناتهم أشتغل مثلهم. البابا كان معارض كتير الفكرة أنه أتعلمها، طبعا نحن بس لندرس نخلص درس ونكون ستات بيوت، لحد ما بعد فترة سنتين من الصيفيات البابا اختلف مع عمي وقسموا الشركة، فبتقسيم الشركة صار كتير أشياء مزعجة، من بيناتها وصلت لنا كلمة للبابا أنه مجبور يدفع لنا سعر البدنة إياه لأنه ما عنده صبيان تستلم المصنع أو تساعده. هالكلمة كتير استفزتني وقررت أني أترك المدرسة وساعد البابا. البابا رفض، ساعد البابا، البابا رفض بشدة هالموضوع، بس دلتني لح علي لحد ما شوي اقتنع، بعدين مش الحال، بعدين أخواتي لحقوني واحدة ورا التانية لصرنا كلنا عم نشتغل مع البابا. هالمهنة ما بعرف، أنا من صغري حبيتها، مشيت بدمي، يعني بحاول أوقات بتعب منها، بحاول بعد عنها أرتاح كون ست بيت، بس ما بقدر، يعني ثلاث أيام يومين بلا شغل بصير بخلق مشاكل لحالي، ما بقدر أعيش بلاها. يعني بيك ما عنده ذكور ولكن عنده أربع فتيات، اليوم أنتوا كلكن عم تتعاونوا بطريقة أو بأخرى على هالمصلحة، خبريني أكثر. مزبوط، نحن أول شي نزلنا بنتين بالصناعة وبنتين يبيعوا بسوق النحاسين، بعدين بس بلشوا يتزوجوا ويولدوا راحت اللي معي بالصناعة تساعد اللي بالتجارة، فبقيت أنا هون وحدي وصار عندي خبرة أكثر بالصناعة بينما هي صار عندها خبرة أكثر بالتجارة، فصاروا ثلاثة شاطرين كتير بالتجارة، أنا بالصناعة لقيت حالي بالصناعة، جربت التجارة معهم ما حبيتها، حبيت الصناعة. اليوم يعني النحاس هو معدن، اليوم المعدن ثمين النحاس، ولكن أنت عم بتطوعيه وعم بتخليه يشتغل بطريقة عصرية أكثر، يعني بموديلات عصرية مع أنه هو حرفة تراثية، وهل أنت عندك أي اهتمام تنقليها لأولادك؟ أكيد عندي اهتمام أن أقلها لأولادي، لأن ديعانة تموت، ديعانة حرفة كتير حلوة وما بتموت هالحرفة، هي أوكي تراثية وبتدلها تراثية كل العمر، بس ماشي كمان مع الحضارة، يعني صارت ماشي مع المودير، عم بيخترعوا لها كتير أشياء، يعني هي بين التراث وبين الحضارة، ماشي مع الحضارة ومع التطور دائما وما عم تنتهي، هي بحر 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 من العلم ما بيخلص وبتدلها درجة لو شو ما صار. عودة لكم باستوديو، هذه كانت قصة فاطمة مع حرفة تقاوم حتى اليوم كل موجات الحداثة. احنا بنشكرك جزيل الشكر رينا دويهي، ولضيفتك الكريمة فاطمة، شكرا لكما من طرابلس رينا دويهي مراسلة صباح العربية.